وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة، محافظ محافظة العاصمة. بعد تحية الشيخ، ما هو دور محافظة العاصمة في اعتماد منظمة الصحة العالمية المنامة كمدينة صحية كمدينة صحية كأول عاصمة على مستوى إقليم الشرق المتوسط؟ مساكم الله بالخير. إننا سعداء اليوم بإعلان منظمة الصحة العالمية اعتماد المنامة مدينة صحية باحتفال افتراضي أقيم صباح اليوم بهذه المناسبة، لتكون المنامة أول عاصمة تنال هذا الاعتماد على مستوى إقليم الشرق المتوسط، وهو إنجاز نفتخر به ونتشرف أن نهديه إلى قيادتنا الرشيدة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لحرصهم وتوجيهاتهم للاستثمار في البنية التحتية الصحية، وهو ما ساعدنا للحصول على لقب المنامة مدينة صحية. وقد جاء هذا الإنجاز بعد التوقيع على خطاب التعاون بين محافظة العاصمة ومنظمة الصحة العالمية في فبراير 2018، وتأسيس اللجنة العليا للمدن الصحية التي تشرفت برئاستها، وكذلك تم تأسيس مكتب المدن الصحية في محافظة العاصمة، وأطلقنا ما يزيد عن 70 مشروع ومبادرة تستهدف الإنسان وبيئته وتحقق المعايير المطلوبة للاعتماد من المنظمة. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر معالي الشيخ راشد بن عبد الله وزير الداخلية ووزيرة الصحة سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح ومنظمة الصحة العالمية ولجنة المدن الصحية والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهالي وجميع من عمل في هذا المشروع الجبار، لولاهم لما تحقق هذا الإنجاز. ألف مبروك للبحرين وأهله. نعم، معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة، محافظ محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك وألف مبروك. المنامة جعلت من نفسها علامة في مشاريعها التنموية المستدامة، نالت على إثرها لقب المدينة الصحية بجدارة من قبل منظمة الصحة العالمية. لم يأتي اختيار المنامة لتكون المدينة الصحية لعام 2021 من فراغ، بل يتناغم مع معاييرها العالية ومقوماتها التاريخية والجغرافية والاقتصادية، إذ تتوفر فيها بنية تحتية ملائمة من شوارع وصرف صحي وكهرباء ومراكز صحية مجهزة وبيئة خلية من التلوث وحدائق عامة ومسطحات خضراء، إضافة إلى العديد من المراكز الرياضية والاجتماعية والثقافية. منظمة الصحة منحت مدينة المنامة هذا الشهادة بعد أن مكنت المنامة من استيفاء جميع المعايير والمؤشرات الثمانين المعتمدة من قبل المنظمة لاعتمادها كمدينة صحية، وعلى هذا الأساس أصبحت هي أول عاصمة تنال هذا الشرف. اختيار المنامة يعد نموذجا فريدا نظرا لجذبها لأنظار العالم بمشاريعها التنموية التي سعت إليها محافظة العاصمة بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات، تحقيقا لرسالتها في خدمة المواطنين والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة، حيث وقعت محافظة العاصمة على خطاب التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مارس 2018 لتدشين برنامج المنامة مدينة صحية. طبعا حصول مدينة المنامة على الاعتماد كمدينة صحية هذا يأتي ضمن برنامج المدن الصحية، ويعتبر أحد أهم البرامج الوقائية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ويهدف إلى تعزيز صحة السكان من خلال التنمية الحضرية المستدامة وتوفير بيئة صحية في جميع الأماكن والتجمعات. ويعكس نيل المنامة لقب المدينة الصحية لهذا العام التزام سكان المدينة بتحسين صحتهم من خلال التنمية الحضرية المستمرة، وللانضمام في برنامج المدن الصحية الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في عام 1986 بهدف تحسين الحالة الصحية للسكان في العالم
من خلال تضافر الجهود المجتمعية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة.